السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي قناة ليديليس دو حكيمة، ترحب بكم فيديو جديد إن شاء الله الرحمن الرحيم. غادي يكون اليوم كوكي جيون، تنتمنى يلقاكم في أحسن الأحوال إن شاء الله الرحمن الرحيم. ونبدأ بسم الله. الغرات حتى اختاري كتل كيسان الطحين، 200 غرام ديال الزبدة، رطبة حرارة المطبخ، جوج بيضات، نص كاس ديال السكر البني، نص كاس ديال السكر الابيض، معلقه صغيره البيكنج باودر، معلقه صغيره البيكنج صودا، معلقه الفاني، شويه الملحه، كاس ديال حبيبات الشوكولات، وكاس ديال الشوكولات اللي قطعناه، وزبده اللوتس. وغادي نمروا لطريقه التحضير. كنديروا الفارين، قلنا 3 ديال الكيسان ديال العنبه، جهد 300 غرام، نخلطوا معها البيكنج باودر، البيكنج صودا، والفاني. باش كتخلط كتمتزج مزيان، دائما هذه العمليه هذه النواشف ديالنا، ها هي كنحيدوها، كنديروا فيها الزبده، تزيدوا عليها السكر البني، السكر الابيض، والقبيصه ديال الملحه، تنمروا باش نخدموا هاد المكونات كامله بطريقه سهله. تنخلطوا غير بسباتول، تنخدموا مزيان السكر مع الزبده اون بوماد كيف ما كتشوفوا في الفيديو. تنستمروا كيف ما كتشوفوا، يعني الزبده دائما كنخدموها مزيان هي والسكر، وغادي نضيفوا البيض وحده بوحده ونستمروا في التخلاط. ملي كنمجوا البيضه الاولى كنزيدوا البيضه الثانيه حتى كنحصلوا على خليط اوموجين، يعني متجانس. بعد ما خلطنا الزبده مع السكر مع البيض كنمروا للطحين، تنزيدوا النصف الاول ونخلطوا بيدينا باش نتحكموا في النوع ديال الخليط، واش خفيف ولا هو هذاك، باش نعرفوا واش يعني داكشي اللي خاص ولا خصنا نزيدوا الطحين ولا. كنديروا النصف الاول ونخلطوا مزيان، عاد تنزيدوا النصف الثاني ونضيفوا باقي المكونات. شوكولا اللي قطعته طرفات، انتما كتشوفوا العجينه ديالنا راه تجمعات، مبقاتش خفيفه. وغادي نمرو باش نديروها في لاطا باش تسيب بات، ولا الا كان بابي كويسون كنديرو الكادر ديالنا هنايا،
تنجيبوا العجينه ديالنا جوج. دابا كتشوفوا راه صحت كنقسموها على جوج ونفرشوا الشطر الاول الاول هو هذا كنديرو في الوسط هكذا بعد ما بسطنا النصف الاول كنجيبو زبده اللوتس غادي نهزو بالمعلقه ونخليو نطيحو دي بتيطا هكايا معلقات صغارين ولا معلقه كبيره الجهد اللي بغينا حنا واللي اختارينا حنا كنحاولوا نفرقوهم على الوجه ديال هذا ديال الكاطو الكوكي ديالنا النصف الاول بطريقه عشوائيه وكيف ما قلت لكم يمكن لكم ما ديروش زبده د اللوتس يمكن لكم ديروا نوتيلا ديروا بوغ كاكاو ديروا داكشي اللي بغيتو نتوما ويمكن لكم ديروا الكوكي بلا ما ديروا فيه لا زبده د اللوتس ولا حتى شي حاجه يعني غير المكونات اللي فيه راهم زوينين فيهم فيه الشوكولات فيه السكر البني فيه يعني مذاقات اللي راقيه وزوينه كنفرقوا انا كتعجبني زبده د اللوتس المذاق ديالها رطب زويون تنبغي نستعملها في لي باتيسري ديالي دائما كيف ما كتلاحظوها تنجيبوا النصف الاخر ديال العجين كنحاولوا نفردوه شويه وغادي نغطيو به الوجه ديال العجين الاول اللي درنا فوق منه زبده اللوتس وغادي نبقاو نمشيو بيدينا حتى نغطيو الوجه كامل العجين راه رطب تيتبعنا يعني بسهوله كنفردوه بيدينا مزيان حتى كنغطيو الوجه الاول كامل تجيبوا الحبيبات الشكلاط وكنديروهم من الفوق في هاد الاثناء الفران ديالنا راه سخون على 200 درجه كنبسطو ديك الحبيبات على الوجه ديال الكوكي ديالنا الوصفه كتجي زوينه وراقيه فتيه مهم غايره على الوصفه الاصليه في الوصفه الاصليه كنديرو دي كوكي صغارين هذه درناها تجي بحال الشكل ديال بحال اون طارت بحال كتجي زوينه صدقوني الا جربتوها ما غتندموش تنديرو الكوكي ديالنا يطيب على 200 درجه قلت لكم مده 40 دقيقه كتكون باقيه ديك 5 دقائق للطياب كنشعلي ليه حتى من الفوق باش كيعطينا داك الشكل الذهبي يعني كيتحمر واحد شويه تيولي دوغي زوين هو هذا الكوكي ديالنا ملي خرجناه من الفران كنضيفوا له واحد شويه ديال الحبيبات الشوكولات سي تان كوكي لي غورمون يعني الناس اللي كيديروا الحميه من الاحسن ما يغلقوش فيه ياخذوا غير طريف صغير فيه سعرات حراريه بون شي شويه طالعه من الاحسن واخا انا استعملت شوكولا نواغ الشوكولات الاسود ما تيكونوش فيه سعرات بزاف كنخليه حتى تيبرد عاد تنديمو ليه هو هذا الشكل ديالو النهائي تيجي رائع صدقوني جربوا هذه الوصفه هذه وخلاو لي التعاليق ديالكم اللي ما منخرطش معايا انخرط معايا وشجعوني باش نستمر ونقطع لكم طريف تشوفوا كيفاش جا من الداخل تيجي فتي وزوين والمذاق يعني نكهات مختلفه كاين الفاني كاين البوغ لوتوس كاين شوكولات يعني نكهات زوينه ومجانسه كتعطينا واحد لوكو في الفم رائع نتمنى تجربوا هذه الوصفه هذه ونتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم وانتم في احسن الاحوال
ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو قادم إن شاء الله الرحمن الرحيم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.